ارفعوا الراية ودقوا بالسلام لجل عين معلمتنا الغالية في تقاعدها نبارك بالكلام لجلها نهدي بيوت القافية لجلها نهدي بيوت القافية للمسيرة الحافلة والوافية بالتقاعد نحتفي بك في ويام يا المعلمة العزيزة الراقية بالفخر هاليوم يزهك الوسام ياللي حزتك المكانة عالية بعد خدمة سنين باهتمام في مجال التعليم بكل اهتمام خدمتك سنين والله وافية بالعطاء والجدعة من بعد عام في جهودك دائما متفانية يشهد الإنجاز لك دائم دوام بالتميز والعلوم السامية في ثانوية الدغار لك مقام قدوة الأجيال يا أغلى غالية في القلوب لك معزة واحترام ولك محبة من مشاعر صافية بالخلق كسبتي قلوب الأنام بالتعامل والخصال الراقية أنت ذخر للوطن دايم دوام يا فخر أهلك يا نجمة عالية يسعدك ربي بحياتك.